مهرجان العالمين مهرجان حقق معادلة قوية في مسيرة من القوى الناعمة المصرية. خلونا نعرف آخر تطوراته وآخر البرامج في مهرجان العالمين مع دينا شرف من مدينة العالمين الجديدة. بنصبح عليك يا دينا، صباح الخير. صباح الخير يا هبة، صباح الخير يا محمد، صباح السعادة والتفاؤل على كل مصريين في كل مكان. وهنا من مدينة العالمين الجديدة، وهي مدينة كل المصريين زي ما انتوا بتقولوا، وصباح الخير عليكم. طبعا احنا زي ما انتوا قلتوا كده في المقدمة ان احنا عندنا كان فقرات كتيرة خلال الايام اللي فاتت. الويك اند الخميس والجمعة كانت حفلة نجوم الكاسيت اللي كانت متصدرة الترند ونوستالجيا الاغاني التسعينات اللي احنا كلنا تربينا عليها، وذكرياتنا ذكريات مراهقتنا وشبابنا كانت مع هذه الاغاني الجميلة الممتعة اللي ما بتتكررش تاني في إحساسها وفي أدائها وفي كلماتها وفي كل حاجة، وحتى فرحتنا بيها. كمان كان في امبارح حفل كبير للفنان رامي جمال، كان أجواء ساحرة وشباب كانوا متفاعلين بشكل كبير جدا مع أغاني رامي جمال. وزي ما بيتقال كده على السوشيال ميديا، رامي امبارح ولع كان مسرح اليو أرينا في الحفل المتميز ليه. كمان المسرح في المدينة التراثية كان بيشهد مسرحية الشهرة للمخرج الكبير خالد جلال، مكتشف المواهب المصرية الشابة اللي بيقدمهم بصورة جميلة جدا. كان طبعا يعني مسرحية متميزة للغاية. كمان كان في ماتش مهم قوي امبارح لكرة السلة الشاطئية لذوي الهمم، وكان يعني ماتش متميز وكانوا فرحانين جدا جدا، وكل اللي تابع الماتش ده كان ماتش جميل قوي، لان احنا طبعا ما بنقدرش ننسى اولادنا من ذوي الهمم ان هم ياخدوا فرصة ان هم يجوا مدينة العالمين وينبسطوا ويبقوا بيشاركوا كمان في الفعاليات الخاصة بيها. وبعديها كان في كمان ماتش لأساطير كرة السلة الشاطئية. بعد كده بقى عايزه اقول لكم ان اللي متابع امبارح كان في ماتش مهم جدا للمنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس، المنتخب المصري الاولمبي في اولمبياد باريس 2024، وكان بيلعب مع باراجواي امبارح. المنطقة الترفيهية كانت بتوفر شاشات كبيرة لعرض الماتش. مش عايزة أقولك كانت الأجواء عاملة إزاي هناك هبة محمد، كان بصراحة خطيرة جدا وممتعة. وقد إيه الماتش، وكان الماتش طويل بعد الإكسترا تايم وضربات الترجيح، فكان وقت طويل قوي. الناس كانت مبسوطة قوي قوي بالأجواء اللي موجودة هناك، وإحنا كلنا متجمعين وبنتفرج على الماتش في المنطقة الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة. يعني بالفعل مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية قدر ان هو يروج بشكل كبير لمدينة العالمين، المدينة اللي تحولت من مكان كان للألغام الى مدينة للأحلام. الآن كمان هي قدرت انها توصل لشباب كتير قوي اللي بيقول انا مش هقدر اروح اقضي يوم في الساحل. انت بكل سهولة دلوقتي ممكن تيجي تقضي يوم، تقضي عندنا شواطئ مش بس الخاصة، لكن في كمان شواطئ مجانية مجهزة بشكل كبير لاستقبال الأسر والشباب والسادة المصطفين. وكمان هي آمنة جدا لان هي تتمتع بالحواجز الجمالية يعني تحقيق معايير السلامة والأمان في نزول المياه للسادة المصطفين اللي بيجوا، وكل رواد مهرجان العالمين ومدينة العالمين الجديدة. صبح عليكم مرة تانية من مدينة العالمين الجديدة، وصباح الخير يا مصر.